اشياء تحب اقول. الو دكتور، انا اشرح المحاضرة. نعم، اشرح المحاضرة، جاوب ابني ايش بيك. اي دكتور، اي ايش تريدون، ايش تتكلموا، عندكم الحرية تتكلمون براحتكم. زين، اذا نعيد المحاضرة بشكل بسيط. تقرأتوها؟ الو اي دكتور، اي دكتور. نعم زين، أسرع أعرض لكم السلايد مرت اللوخ. طلع سلايد عندكم ولا ما طلع سلايدات؟ طلع الدكتور. اوكي، يعني هسه اتكلم عادي؟ ها؟ اي نعم. اوكي، طبعا هاي المحاضرة هي التكميلية بس ارخصتكم بدي اطلع هاي بدها تطلع عندي. بدأ يطلع عندي السلايدات، المهم ما أحتاجها. البروستاغلاندين أو أقول مجموعة الإيكوزونويد، وهي أيضا مجموعة الليبيد فاملي. هذه تتضمن البروستاغلاندين، الثرومبوكسين والليوكوترينز، ثلاثة مجاميع. انتبهوا علي، طبعا هم بيولوجيكلي أكتيف درايف، كلهم يسميهم إيكوزا. كلمة إيكوزا باليوناني أو الأغريقي تعني 20. بما أنهم كلهم يحتوون على 20 ذرة كربون، فكولكتيفلي سموهم الإيكوزا نويز. واضح؟ وجميعها جاية من الأكثر الفاتي أسيد، أكثر واحد موجود هو الأركدونيك أسيد. واضح لهنا؟ شباب تسمعوني؟ الو الو. اي نعم دكتور. نعم، ارجو واحد كل ما اسال واحد يجاوبني حتى اعرف انه انتم معايا. زين؟ عفوا دكتور، بس السلايدات ما ظاهره. شلون؟ السلايدات ما موجوده. السلايدات ما موجوده؟ اي دكتور. بقيه موجوده؟ شباب ما تفتحوها انتم، ما عندكم؟ اي فعلا دكتور، اختفت السلايدات. ها؟ اي دكتور، اي دكتور. قافل الشاشة من الموبايل. بس انتوا فاتحينها ولا بعد ما فاتحينها؟ دكتور السلايدات ما تطلع قدامنا، هسه بدها تطلع. هسه طلعت؟ اي دكتور هسه. لا دكتور ما طلعت، بس الشاشة تطلع. بس السكرين. ماكو سلايدات. اي دكتور هسه طلعت. بلا طالعات يا بنتي. هسه طالعة ها؟ اي دكتور هسه اي دكتور. ها يلا هسه انا وياكم. إذن خلي أسوي لها عرض للشمين حتى تصير كلش واضحة عندكم. إذن هسه نرجع نسميهم أيضا، نرجع تعريف بسيط لكل منهم. خليكم وياي راح تفهموها المحاضرة كلش حلوة ومهمة. البروستاغلاندين ليش سموها بروستاغلاندين؟ سابقا كانوا يصورون أو إنه هي جاية من البروستات جلاند. زين، فهي عادة حتى لا تستغربون هاي البروستاغلاندين 1 وبروستاغلاندين 2 فهي they are many series of prostaglandin. هذه الكلمات هاي والأسماء والحروف هي جاية حسب الستركتشر أو الرينج ستركتشر مال لكل بروستاغلاندين. فإيش سيري هاز ممبر، والمب أيضا بي سبسكريبت 1 2 3 وهكذا. زين، اذا هذه يعني حتى تفهمون الكلام اللي راح يجي بعدين، انه هذا معناه البروستاغلاندين جاي من البروستيت جلاند، وهي عده مجاميع، وكل واحد بروستاغلاندين 1 بروستاغلاندين 2 حسب الستركتشر مالها. الثرومبوكسين ايضا جاي من كلمه انه درايفد فروم ذا
ثرومبوسايت البليتلت، تعرفون البليتلت ايضا تسمى ثرومبوسايت، وايضا بها اي وبي وياي. الو دكتور. نعم دكتور. نعم، اذا البروستاجلاندين التسميه من يعني ريليتد تو ذا بروستاتيك جلاند، الثرومبوكسين تو ذا ثرومبوسايت، واضح. اذا الليمكوتراين منين جاي التسميه مالته؟ ايضا بيكوز بالبدايه اوبتيند فروم ذا الليمكوسايت، اند هاف 3 كونجوجيتد دبل بوند. 3 اي معناها تراين، ايضا باللاتين تراين، فصارت الليمكوتراين، واضح. فاذا هذه هي التسميات اللي هذه. طبعا دير ار نو بيرفورم ذا ستور، ماكو شيء مخزون من ال هاي البروستاجلانديز، ولكنها تتكون ومرتبطة حسب توفر الكلونيك أسيد، يعني they are synthesized locally and the rate of synthesis is governed by the rate of release of arachidonic acid. يعني إيش قد عندنا arachidonic acid يطلع عندنا هذه المواد. انتبهوا هاي synthesis، انتبهوا عليها كلش مهمة، ركزوا عليها. من تحفظون هاي تفهمون كل ال. طبعا كلها جايه from the cell membrane، واضح. تحت ما تحت انتبهوا كلش مهم، راح اسالكم بالاخير سؤال. تحت تاثير الفوسفولايبيز اي 2 يتحول لنا الاركدونيك اسيد اللي هو ايضا يحتوي على 20 كربون، ذره كربون، زين. اللي تابعني ما راح يحتاج يقرا المحاضره ابدا. اذا تحت تاثير الايفكت اوف فوسفولايبيز صار عندنا اركدونيك اسيد. اركدونيك اسيد عنده طريقين، يمين ويسار، عن طريق السايكلوكسجينيز ينتج لنا هاي اللي تشوفوها البروستاجلاندين اي 2 اف، وهذا ينتجها، وعن طريق اللايبوكسجينيز ينطينا الليوكوترايز، واضح؟ هذا الرسم اللي تشوفونه البيان، هذا بيه كثيرات بس انا راح اركز على المهمات فقط، لان يعني كثير عندنا من الانواع من البروستاجلاندين، بس نركز على المهمات واللي بيهن كلينيكال ابلكيشنز. فلو نجي الى السايكلو اكسجينيز باثوي، ايش تعمل لنا؟ راح تعمل لنا جنريت الايكوزونويدز اللي انتبهوا اللي رينج ستراكشر يعني حلقيه، بينما اللايبو اكسجينيز يسوي لنا اوبن تشين يعني ستريت عدله. السايكلوجينيز يعطينا البروستاجلاندين والثرومبوكسين والبروستوسايكلين، بينما اللايبو اكسجينيز يعطينا الليوكوتراين وطبعا اذر كومباوندز اللي هي غير مهمه، لكن يهمنا بالدرجه الاولى هي الليوكوتراينز، زين. طبعا الجسم الثرومبوكسين مينلي بالبليتليت، البليتليت هي سينثيزايز ثرومبوكسين which is chemically unstable. الاندوثيليوم هو اللي يعطينا بروستاجلاندين اي 2، زين. فاذا كل مكان سبيسيفيك، رغم انه كلها اندر يعني دايركشن اوف ذا كلها يديرها السايكل اوكسجينيز، لكن حسب التشو. بالبليتليت ينتج لنا ثرومبوكسين، بالاندوثيليوم ينتج لنا بروستاجلاندين اي 2 مثلا، وهكذا. بينما اللايبو اوكسجينيز وين اكثر شيء موجود؟ انتبهوا على وين موجود، لان راح ايضا على التاثير ماله على الايفكت، موجود باللنج والوايت بي سي وبالبليتليت. اكثر شيء ينتج لنا عنه هو الليمكوترايز. هاي المجموعه الاخرى غير مهمه، اللي هاي اللي يسمونها لايبوكسين غير مهمه، واضح. اذا لحد الان انا راح اسد ما دحق عش اسمه، لحد الان عندنا تو باثوي، سايكلو اكسجينيز و لايبو اكسجينيز. السايكلو اكسجينيز تنتج لنا البروستاجلاندين والثرومبوكسين، بينما اللايبو اكسجينيز يعطينا الليوكوترايز. شغله اخرى يجب ان تفهموها، هاي راح اتكلمها بسلايد واحد.
اذا افتهمتوا هذا الـ هذا الـ هذا السلايد راح تفتهمون حتى من استيراد الانتني في مثل درج من راح تاخذوها بالمحاضرات القادمه. زين السايكلو اوكسجينيز الطريقه اللي قلنا عليها المال مال فورميشن اوف بروستاجلاندين هي نوعين الكوكس 1 وكوكس 2. ركزوا وياي انتبهوا كلش هنا. الكوكس 1 is a constitutional يعني ضرورية يعني تعمل دائما موجودة في جميع الخلايا وضرورية للجسم وتعتبرها considered work full time يعني دائما هي تشتغل. ولهذا الإيكوزونويز produced by كوكس 1 participate in physiological processes نعتبرها الهاوسكيبينج يعني هي تدير البيت هي تحافظ لنا على البيت. مثلا السكريشن اوف ميوكوس وتحمينا البروتكشن اوف جاستريك ميكوزا هيموستاسيس اوف ذا قصر بالرينال رينال بيرفيوجن. فاذا الكوكس 1 الكوكس 1 هي كونستيتيوشنال وهي مهمه وهي تنتج لنا البروستاجلاندينات اللي طيبة اللي تعمل شيء جيد. وحتى اللي ينتج عنها من البروستاجلاندين مثل ما قلت انه يكون جيد. اما شوف هذا السلايد ايش قد مهم. اما الكوكس 2 سايكلو اوكسجينيز 2 is inducible يعني هو ما موجود لكن induced during the inflammatory process induced by the cytokines and other. فإذا ما مثل ما قلنا هناك work full time هنا work part time واضح؟ إذا بس when there is inflammation it's induced. إذا حتى ال eicosanoids اللي produced by the course 2 إيش سوينا؟ lead to inflammatory and other pathological changes. واضح؟ ثابتوا أبنائي؟ واضح دكتور. كوكس 1 constitutional يعني نحتاجها تنتج تحمينا الجسم. كوكس 2 is inducible يعني ما موجودة إنما induced by inflammation or any injury. راح كلش إن شاء الله تعجبكم هاي المحاضرة ومهمة جدا في حياتكم العلمية مستقبلا. نجي على الأكشن. طبعا راح نخلي راح اخلي الليوكوتراين وحده لان يعتبر على الليبوكسجينيز باثوي. راح اتكلم عن البروستاجلاندين والثرومبوكسين فناخذها ايضا حسب السيستم. انتبهوا على مستوى الكارديوفاسكولار البروستاجلاندين E2 تعمل لنا فاسودايليتيشن بينما البروستاجلاندين F2 الفا تعمل لنا فاسو كونستريكشن إن ماني لارج بين حقاصنا خاصة بالبلمونري أرتري. البروستاجلاندين I2 تعمل لنا فاسو دايلتيشن وموست بوتنت ذان بروستاجلاندين E2. انتبهوا هذا نحفظون هذا مهمات. الـ E2 والـ I2 هذا لنا دايلتيشن. الألفا حتى لا تنسون أنتكم هيك سر الحفظ الهلف بروستاجلاندين F2 ألفا هاي الألفا شايلو سيف بيدو إذا معناها مضرة مش يحفظوها يعني تعمل باسو كونستركشن هذا شايلو سيف بيدو اللي هي بروستاجلاندين F2 ألفا فهذا يعمل لنا باسو كونستركشن. عندنا مجموعة أخرى اللي ما كثير مهمة لأنها تتحول ما تبقى استيابل هي اللي هي بروستاجلاندين G2 H2 هذه عندها باي فيزيك يعني مرة تشتغل فاسو كونستركتر ومرة تشتغل فاسو دايلتيشن. فاسو كونستركشن قبل ما تتحول وفاسو دايلتيشن بعد ما تتحول إلى بروستاجلاندين I2. كذلك البروستاجلاندين FE2 استيموليت ذا هارت طبعا مو نوت فيري دايركت ولكن باي ريفلكس طبعا هو يسوي فول ان البلد بريشر وتعرفون انتم انه عندما يكون عندنا هايبوتنشن ذير از ريفلكس تاكيكارديا
أما ثرومبوكسين أي 2 إيش يسوي لنا؟ فاسو كونستركشن. إذا نسي أسألكم بيد واحد جاوبني السريع، من اللي يعمل لنا فاسو كونستركشن هذول اللي ذكرناهم قبل شوية؟ فاسو جلاندين F2 ألفا عافية، وثرومبوكسين أي 2 وبروستات جلاندين مضبوط. البقية يسوي لنا فاسو دايليتيشن. نجي at the level of the platelet. إذن شنو تأثير البروستاجلاندين والثرومبوكسين على البلاتلت؟ أنا سويت هذا يعني حسب السيستم. شوفوا كل شيء سبحان الله، شو الله جعلها في توازن. الثرومبوكسين أي 2 is a potent inducer of aggregation، يعني platelet aggregation is a potent inducer، بينما البروستاجلاندين I2 is a potent inhibitor حتى تستمر الحياة. واحد يرفع واحد يكبس، هاي أهم اثنين. البروستاجلاندين D2 has anti-aggregatory، هاي بس يقول لك أقل. فإذا نحن يهمنا هذولا، زين تحفظوا لي هذولا، البروستاجلاندين I2 a potent inducer، بين ولهذا نحتاج من نعطينا بلاتلت انهبيتر مال بلاتلت اجريجيشن الاسبرين وما اسبرين. بينما البروستاجلاندين اي 2 از ا بوتنت انهبيتر. واضح؟ زين. ات ذا ليفل اوف ذا يوترس شافوا انه البروستاجلاندين اي 2 اند بروستاجلاندين 2 الفا كل اثنيناتهم يكونتراكت ذا هيومن يوترس. طبعا يقال انه اللي النون بريجننت يوترس ما ذاك السنسيتيف، بين ديورنج ذا بريجننسي ان خاصه يعني ذا لاست تير يصير مور سنسيتيف تو ذا بروستاجلاندين. شوف ذات وانا اقول السنسيتيفيتي از هاير ديورنج بريجننسي اند ذير از ا بروجريسيف. فإذا يعملون يوتراين كونتراكشن، والألفا أكثر. أكثر البروستاجلاندين ألفا F2 ألفا أقوى من البروستاجلاندين E2، ولهذا يستخدموها بالأبورشنات أكثر من الليبر. زين. نجي على البرونكيال مصول. شوف. انتبهوا شو هذا أبو السيف، هو كله يعمل لنا يعمل لنا كونستركشن. عملنا هناك فاسو كونستركشن اللي هو بروستاجلاندين F2 ألفا والثرومبوكسين اللي انتبه عليه كل زين. إذن هناك اللي يعمل لنا فاسو كونستركشن ثرومبوكسين I2 وبروستاجلاندين F2 ألفا، هنا أيضا هذول يعملون برونكو كونستركشن طبعا مور بوتنت ذان هيستامين. من اللي يعمل لنا برونكودايليتيشن؟ هذول الحبابين حكينا تكلمنا عنهم، بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2. اذا نفسه اللي يعمل فاسو دايليتيشن يعمل برونكودايليتيشن، نفس اللي يعمل فاسو كونستركشن. The level of the GIT ممكن increase the motility of the gastric، مش كثير مهمة، و can cause diarrhea. وأيضا increase water و electrolyte and mucus secretion. At the level of kidney، شوفوا طبعا تطلعون، انا اتمنى مثل ما كلكم حاضرين مع الاسف ما داعي ما تحضرون الكل، انا اتمنى انه من يحضر حتى تفهمون. هسه راح تشوفون كل اللي عمل لنا جود افكت هي البروستاجلاندين اي 2 بروستاجلاندين اي 2، انما السيء هو بروستاجلاندين اف 2 الفا. زين. فاذا هاي البروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2 هاف ا دايوريتيك افكت. شلون؟ increase water و sodium potassium excretion cause
renal vasodilation يعني improve perfusion وأيضا antagonize the antidiuretic hormone effect. إذن فعدها diuretic effect. بينما الثرومبوكسين A2 هذا كله مشاكل عملنا vaso constriction. At the level واضح لنا نرجع على CNS. البروستاغلاندين E2 مديت pyrogen induced fever and malaise. طبعا يصير عندنا معناها انه عندنا انفكشن او السيتوكاينز during the infection stimulate the synthesis of prostaglandin E2 و to produce fever. طبعا هنا الفيفر احنا نعتبرها is a non-specific reaction against aggression يعني مفيد الفيفر يعني نحتاجه. وكذلك at the level of peripheral nerve ايضا البروستاغلاندين خاصه ال E2 I2 synthesize afferent nerve يعني خلينا نحس بالالم. الشغله الوحيده انتبهوا على البروستاغلاندين F2 الفا انه يستخدم طبعا في ميكانيزم يختلف عن اي ميكانيزم اخر ها ان treatment of open angle glaucoma. زين عن طريق عن another طبعا conventional pathway لل increase the drainage of the aqueous humerus اللي هو ماء العين ولكن 30% اكو عن طريق اسمه طريق ovuscular وtrabecular outflow. فعن طريق هذا الميكانيزم يعني ما مطلوب منكم بس حتى واحد يسأل انه شلون هذا يعمل لنا باسو كونستريكشن وشلون يعمل لنا هذا يوست فيستخدم بمعالجة open angle جلاوكوما. الاندوكراين ممكن يعمل لنا ريليز اوف ماني هرمونز ايضا هاز ميتابوليزم افكت على الميتابوليزم ويعطينا انتي لايبوليتيك افكت مثل خاصه البروستاغلاندين اي 2 مثل الانسولين لايك تاثير على الكربوهيدرات ميتابوليزم وايضا موبلايز الكالسيوم فاذا مي بي كونتريبيوت مديت هايبركالسيميا خاصة بالبون ميتاستاسيس. واضح ابنائي؟ الو تسمعوني؟ الو الو اي دكتور واضح ما تسكتون حسب انقطع صوت زين هسه نجي على uses clinical uses of prostaglandin and طبعا ال uses ماله is restricted ما كثير يعني لان اكو غير ادويه تستخدم ولكن however their use in glaucoma and obstetric is now common place وتستخدم في هذه الحالات فاذا their indication are abortion during the first trimester سواء كان medical أو non-medical termination of pregnancy يعني إذا كان يعني يسمونه medical مرات أنت ليش تسميه medical إن أنت محتاج إن تعمل termination of pregnancy مثل كان عندك congenital abnormality of the fetus البروستاغلاندين E2 شو حباب هذا الـ E2 والـ I2 خاصة عندنا دواء اسمه دونوبروستون وبروستاغلاندين F2 اللي هو دونوبروست أيضا يعمل لنا softening of the cervical canal فأيضا can be used يجعل لنا can be used as abortifacient نقدر نستخدمها كعوامل مجهضة. طبعا هنا لو تشوفون انه الدينوبروستون اللي هو بروستاغلاندين اي 2 هو فاسودايليتر بينما البروستاغلاندين اي 2 هو فاسوكونستركتر لكن مثل ما قلت لكم ثيناتهم لو تكلم شفنا ثيناتهم يعملون كونتراكشن اوف ذا يوترس ولهذا يستخدمون ثيناتهم البوست
بارتم هيموراج ميلي نستخدم ميلي نستخدم البروستاجلاندين اف 2 الفا لان ليش؟ لانه فازو كونستركتور واحنا لما عندنا بليدنج نحتاج يكون عندنا فازو كونستركتور ايجنت. بالبيبتيك ألسر عندنا الميزوبروستول وايضا البروستاجلاندين اي 1 ويستخدم في علاج علاج البيبتيك ألسر خاصه اللي اسوشيتد مع النون ستيرويدال يوز. البروستاجلاندين اي 1 شوف اي 1 اللي هو البروستاديل سابقا هذا حاليا غير لا يستخدم لان كانوا يستخدمون انجكتد انتو كوربورا كافرنوسا يعني يعمل لنا فاسو دايليتيشن اوف ذا كافرنوس كوربوس و مينتين اركشن. فاذا كان يستخدم التريتمنت اوف اركتايل ديسفكشن حاليا اكو احسن هذا الامور فلا يستخدم حاليا. بالجلاوكوما حكيت لكم قبل شويه البروستاجلاندين اف 2 الفا خاصه الدواء اللي اسمه لاتانوبروست ايضا البروستاجلاندين بروستاجلاندين اي 1 واي 2 تستخدم تريتمنت اوف بالمونري هايبرتنشن. ايضا البروستاجلاندين اي 2 اللي دواء اللي اسمه ايبو بروستينول يوز ان تو بريفنت بليتليت اجريجيشن ان اكسترا كوربولار سيركوليشن يعني بدي على اساس. فاذا هذا بما يخص اليوزز والاكشن والهذا اوف بروستاجلاندين. هذا السايد افكت طبعا هذا جنرال سايد افكت اللي هي الناوزيا وفومتنج وديارة وانسو انسو. نجي على ثرومبوكسين اي 2 قلنا هو الثاني بعد البروستاجلاندين و سنتيزاي طبعا بالبليتلت هاف شورت هالف لايف وكونفرتد تو ذا انكتيف فورم بي 2. اذا ثرومبوكسين اي 2 راسا يتحول الى اي على بي 2 وعنده وظائفه انه اكتيفيت مور بليتلت نشط هذا يعمل لنا بليتلت اجريجيشن ما تذكرون وكذلك فاسو كونستركتور افكت. الليوكوتراين نيجي على هذا المزعج هو اللي يسمى الليوكوتراين وكما تعرفون ايضا هو منين جاي؟ هو جاي هو ستريت شين عدله لا من اللايبو اوكسجينيز باثوي اوف ذا اركدونيك ايس. البروستاجلاندين والثرومبوكسين اعيدكم حتى تظل بالكم جايه من سايكلو اوكسجينيز باثوي. اما الليوكوتراين ومجموعه اخرى وياه اللي غير مهمه جاء بس هو اهم شيء جاي عن طريق اللايبو اوكسجينيز باثوي. زين عندنا عاده المهم هو ايضا يتكون من اربعه لوكوتراين اي 4 لوكوتراين بي 4 وسي 4 اند دي 4. الاي بسرعه يتحول طبعا الى بي 4 فهذول اللوكوتراين اي 4 لوكوتراين اكثر شيء بروموت انفلاميشن. These leukotrienes markedly increase capillary permeability and are more potent than histamine. أكثر من الهستامين طبعا يقال إنه أكثر من ألف مرة. زين؟ إنكو خاصة بالبرونكو بالبرونكو كونستركشن. فأشتغل عايش فيها هذا is chemotactic for neutrophil and monocyte. ولهذا مسؤول عن الانفلاميشن يعني تعمل promote migration of neutrophils through the capillary ولهذا responsible for the inflammation. ايضا كان بروموت البروستاجلاند مثل البروستاجلاندين ايضا على النيرف كان سنسيتايز the nerve وكونتريبيوت انه نحس بالالم والتندرنس. اما هنا شوفوا اذا قلنا لوكوتراين اي 4 ولوكوتراين بي 4 هي مسؤوله عن البروموت انفلاميشن وهي كيميوتاكتيك فور نوتروفيل ان مونوسايت. هنا هذول السي 4 ودي 4 كيموتاكتيك فور وات كيموتاكتيك فور اوزينوفيليا وكذلك كونتراكت سموث مسل. فاذا they are a potent bronchoconstrictor
and induce spastic contraction أيضا في الجي اي تي و also increase mucus secretion. يعني نقدر نقول الأي 4 وبي 4 are chemotactic for neutrophil participate in inflammatory process. واضح؟ أما السي 4 ودي 4 are chemotactic for eosinophilia and contract the smooth muscle وare responsible for bronchoconstriction. إذا لو ننظر على هذه اللوكوترينز بها فائدة؟ إذا have no therapeutic application. لكن وين ممكن نستفاد منها؟ To antagonize its effect. How can we antagonize the effect of leukotriene? By two mechanisms. أما we block the receptors, leukotriene receptors, اللي هو شنو؟ عندنا أدوية اثنين هي مونتي لوكاست وزافيرو لوكاست. إذا if we antagonize the effects the receptor هاي الليوكوتراين ما تشتغل. وطبعا وكلش مهمة هاي الأدوية اللي هي زافيرو لوكاست ومونتي لوكاست. طبعا الزافيرو لوكاست ينعطي مرتين وهذه ينعطي مرة واحدة مفيدة to treat the bronchial asthma mainly in the children. تعرفون أنتو البرونكيال أزمة عنده many mediators. Leukotriene one of them. لكن البرونكيال أزمة in the children is the more predominant mediator is a leukotriene. زين؟ فإذا we can prevent the bad action of the leukotriene أولا by using the receptor, leukotriene receptor antagonist. الطريقة الثانية to prevent synthesis. أشلون we prevent the synthesis؟ تعرفون أشلون كان يجي leukotriene عن طريق lipoxygenase. فby blocking 5 lipoxygenase enzyme, we block the effect of leukotriene. Such as drug R, zilyotol. واضح؟ شباب واضح؟ نعم دكتور نعم دكتور واضح؟ زين أنا أسألكم سؤال أريد واحد يجاوبني. لو واحد يسألكم يقول أنا أريد أضرب عائلة الآية عشيرة الإيكوزونويد كلتها إيش نعمل؟ بيأدوها؟ الفوسفولايباز إنهيبيتر؟ عافية شو اللي يشتغل عليها أكثر شيء؟ الكورتيكوستيرويد. عفوا حسنت وأنتوا تكتبوا لي أسماءكم اثنيناتكم لكم درجة زايدة. ألو لو نجي على سينثيسيس. نعم لو نجي على سينثيسيس نشوف انه بالبدايه حتى يجينا ركزونك اسيد عن طريق اول سلايد عن طريق الفوسفولايباز اي 2. فاذا جينا عملنا انهبيشن للاركدونيك اسيد لا يظل عندنا لا كوكس ولا كوكس 2 ولا لاكس ولا ايبوكسين ولا شيء. فبضربه واحده نقضي على الكل ولكن is associated with many side effects كما هي ترونها بالكورتيكوستيرويد. واضح ابنائي اليوم؟ الو وين رحتوا؟ الو واضح دكتور واضح ما معي انتوا وينكم؟ كم واحد موجود؟ احد عنده سؤال؟ اليوم اعتقد شرحناها بطريقه حلوه ما؟ الو اي دكتور واضح الشرح عشيدك يلا ان شاء الله ظلتنا محاضره واحده صغيره عن الكائنين بسيطه ما مثل هذا سهله جدا ما
مال يوم الاربعاء اليوم بعد الظهر نزل لكم اياها. وظل عندنا عملي ايضا عملي مزعج راح انزل لكم اياه ولازم تسحبونه على ورق لانه بمعادلات رياضيه وبابريفيشنات كثيره فلازم تكون قدامكم حتى تعرفون شلون نحل لان بمعادلات رياضيه. يلا نستودعكم غير خلصنا ان شاء الله. ايه دكتور ان شاء الله. يلا مع السلامه.